عودي معكم للمتابعة لليوم السبت 5 نوفمبر 2016. بيسعدني وبيشرفني طبعا أن أستضيف معي ضيفي عزيزة فنانة نادرة عساف، فنانة على يعني مستوى كبير طبعا، أستاذة الرقص بالجامعة اللبنانية الأمريكية. أهلا وسهلا فيك. يعني صباح الخير وصباح التفاؤل والرقص وصباح العمل الجديد اللي كل بشجعه أنه يروح يشوفه طبعا بمسرح المدينة، رح نحكي عنه اليوم. This is how it happened. ليش اسمه هيك اول شيء؟ اوكي رح خبرك ليش. هلا انا تعلمت شيء عنك، انا ما كنت اعرف انه انت بترقص 8 سنين. انا رقصت 8 سنين من زمان، يعني باول من زمان. لا ما فيك تنسى، جسدك ما بينسى، الجسد عنده ميموار مثل العقل. سو اذا بلشت تعمل شغله دغري جسدك بيرجع بياخذك على الحركات كلهم اللي تعلمته، مثل البسكلت. قد ايه لك مش راكب على بسكلت؟ مزبوط. وانا كمان كنت على بسكلت وشوف كيف ما بتنسى. اتس ذا سيم، ذات المبدا. بسطيني اذا مش غلط رجع الواحد ياخذ كلاسز. اوكي يعني. هلا رح خبرك هاو ليش ذيس از هاو ات هابند. هلا انا بالاضافه لشغلي ككوريغراف وكرائسه، هلا ما بقى ارقص كثير مثل قبل، بس بعدني بعمل كم شغلة. بس أنا بعمل ريسيرش عن الرقص وبطلع برا وبحكي بالدول برا عن شو عنا بلبنان، وبعمل ريسيرش عن لبنان وكذا. طلعت بفكرة إنه بدي استعين طريقة جديدة للكوريوغرافي لتصميم الرقص. هلا أنت لأنه عامل رقص فيك تفهم علي شو قصدي. أنت بتعرف عادة شو بيصير إذا أنت فايت تتعلم رقصة، الكوريوغراف بيجي بيقول لك تفضل هودي الخطوات وهيك بتنفذهم وبليز اتعلمهم، وبتصير أنت يا تلحقه بتتفرج عليه وبتصير تعمل مثله، أو بتسمع شو عم بيقول لك وبتتمرن لواحد يصير يوصلهم مع بعضهم ليصيروا تمام خطوة واحدة. ها هي تمام. هلا أنا حبيت أعمل طريقة مختلفة. نحن 9 كوريغرافية بهالعمل. العمل طوله تقريبا 63 دقيقة. رقصة متكاملة ما في ستوبس أبدا. مع أنه في 9 أصوات إذا بدك، لأنه 9 أشخاص عم بيعطوا دايركشن وشو لازم يعملوا. والعمل أخذ 13 شهر شغل. ومن أول ما ابتدينا طبعنا سيستم يلي هو أنا بوصل على الصف يلي منقل له الصف التمرينات، والأجساد اللي موجودة بشتغل معها. يمكن جمعة الجاي اجي لاقي غير أجساد، بس بدي كمل حديثي، بده يكمل، ما فيني وقف الحديث على شو صار last time أو من اللي صار last time برجع بعيد. لا بدلني كمل في communication يعني مع الحضور، يعني أكيد. حيكون بهالطريقة هيدي الموجودة بطريقة هن بدهم يفهموا الايديا، بس نحن عم نحكي مع بعضنا. نعم. بطريقة وعم نخبركم انه this is how it happened، لانه عم بتشوفوا بعينكم شو عم بيصير بالاجساد والتسلسل باللي صار فيه من اول ما ابتدينا من 13 شهر تا خلصنا من شهر تقريبا، خلصنا نزيد حديث، ما بقى في حديث جديد. اوكي هلا في اخر شهر كان بس repeating the conversation، عم نعيد الحديث. هيدا التحضير كان لهالعمل هيدا. طيب اللي كان يجي جديد كان يفهم شو صار قبل؟ مجبور يفهم. كيف انت اذا وجدت تنقول مثلا رحت على مؤتمر وانت فت مأخر ربع ساعة، عقلك شو بيعمل؟ اوكي بياخذ الكونتكست اللي عم تسمعه وبيحط لك اشياء. اوكي فهمت هيك، لانه لازم يكون قطع هيك بذهنك. الأجساد عم بتفوت على العمل وعم تفهم لأنه شافوا شو فيه هلا وعم بيتخيلوا هيك لازم يكون صار قبل. سو حديثهم عم بيكمل مبني على شو عم بيفكروا. هلا هيدي بتعطي وجهة نظر جديدة، وبذات الوقت يمكن مش 100% أنت فهمت شو، بس عندك رأي وعم صحيح. بتأديه ورأيك بحترمه. أنا كجسد تاني بالسبيس عم بحترم شو عم بسمع منك وعم كمل معك. أوكي. هلأ في عالم إجوا حضرونا بالتمرينات وكتبوا كم فكرة. واحدة من الأفكار اللي انكتبت اللي حبيتها كتير هي إنه قديش هالعالم اللي عم بيشتغلوا بهالعمل بيحترموا بعض وبيشتغلوا مع بعض بطريقة كتير ريفايند، ناعمة، ما في مخانقة. يا ريت كل العالم هيك بتتصرف، كان بلدنا أحسن لو كلنا منتعامل هيك. وانتبه نحن 13 شخص بالعمل، وصدقني إنه كل واحد عنده opinion ورأيه كتير، يعني
حميم على رأيه، بس بذات الوقت تعلمنا نحترم الغير بطريقة مش طبيعية. يعني ما بيصير شخص واحد ل 13 يعني جسد واحد تواصل بيكون ممتاز قوي جدا. طيب شو هلا بس بعرف في شغلة بدي أقولها. نحن لهلا لأنه في موسيقى كمان بدها أنت بتعرف بالرقص في موسيقى، بس نحن 13 جسد بعدنا لهلا ما سمعنا الموسيقى، رح نسمعها لايف من أصوات الموسيقيين اللي عم بيتعاطوا معنا بالمسرح لايف ليلة العمل. سو نحن كمان بعرف في مفاجأة. لا لحظة، هيدي يعني انتو مش مرنين على الميوزيك. لا نحن عنا ريثم جواني وعم صحيح من بعدنا ريثم، يعني بس اقول يعني 1 2 3 هاو دي. ومنعرف انه في محلات اسرع ومحلات ابطأ، بس رح يفوت بعد بس شو ليش ما سمعتوا الموسيقى وبكون تفوتوا فيها باول عمل؟ يعني بدي اعرف شو السبب. لانه الموسيقيين اللي عم نشتغل معهم حبوا انه هن صوتهم يضيفوا وقت العمل دغل. هلا هي بتعطي كمان شيء سبونتينيوس، لانه انتم المتفرجين اللي عم تحضروا بتصيروا تفكروا انه يي شو هاي ويي شو صار هون، ونحن كمان بيكون عندنا ان اليمنت اوف سربرايز. يعني بتعرف وقت الواحد بيعمل ريبيتيشن كتير 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 ببطل يلاقي شيء فريش. سو هلا عندنا شيء كتير فريش تنفرجيه للعالم. نادرة طب اللي رح يكون موجود بس اللي بحب الرقص ولا رح بس بحب يعني هلا انا بتمنى انه مش بس يكون بحب الرقص، لانه نحن ملتي ديسيبلينري هالعمل. يعني انت خبرك شو حيصير بفوتو، يعني انت عم تحكي في لوحه فنيه رح نشوف قدامنا ورح تفاجئنا. يس نعم يس. وفي كمان سكالبتشرز وبينتينجز وعرض فوتوغرافي بيحكي عن كيف هال 13 شهر مرينا فيها. في كذا نوع من الارت، من اول ما تدخل المسرح المدينه بتنزل الدرج انت بتفوت على عالمنا تتفهم how this happened. من هيك اسمه this is how it happened. يعني على تفسير كتير طويل توصلك. هي كان المقصد منه عمل مسرحي ولا كانت جمعة أصحاب أو جمعة شيء؟ نو نحن كان بدنا نحكي شيء على المسرح. هلا أنت رح تسمع كتير أصوات، أنا بقول لك تسمع أوكي. لأنه نحن عم نعمل كمان يعني جسدنا بيعمل صوت، نفسنا بيعمل صوت، جوينا بيعملوا صوت. رح أسمع كلمات؟ شوي بالأول. Yes. شوي بالأول. يعني في موضوع رح نشوفه لنا نواكبه. في مواضيع أوكي. اجتماعية أوكي. بس بأصوات كل واحد يلي عطى بهالشغلة. يعني أنا عم حاول أخذ منك الواضح أنه بيك تخليها لأنه شغلة لازم تضلها سوبريز ليشوفوها العالم. بس أكيد في مسج من وراها. المسج واحد ولا مثل ما عم تحكي كذا مسج؟ هلا كذا مسج بيفوتوا على نطاق كبير واحد. نعم. يلي هو بصراحة كيف كل إنسان عنده شغف وبيقدر بشغفه يوصل لمحل ويعلي معه الباقيين. يعني مش شغفك أنت لوحدك وأنت قاعد ببوكس، أنت عندك شغف ونعمل الشغف. كل واحد منكم بطل ولا في بطل للعمل؟ لا كلنا أبطال. ليش 13 شخص؟ وليش 13 شهر في إلها علاقة ببعضها ولا؟ هلا هو ثاقبت هيك، يعني أنا بعدني عم فكر أنا وجاي اليوم للمقابلة عم فكر عم بعد نحن كم واحد كذا، قلت إيه 13 و13 كيف ثاقبت؟ حلو لما 13 شفتهم لما 13 منيح. إيه هذا تعطينا شيء حلو 13 يعني ثاقبت. طب خلينا نحكي شوي عن العمل بمسرح المدينة، قديم ببلش ب 10 نوفمبر 10 تشرين بعد 5 أيام. يس صح. 10 11 12 13 نحن بس 4 أيام عم نعرض الساعة 8 منبلش. نعم. العرض كله من أول ما يفوتوا مع الأشياء التصويرية والأرتيست لازم تاخد ساعة وربع تقريبا، يعني مرورهم لمقاعدهم تاخد شي 10 دقايق ربع ساعة حسب قد ايه بدهم يوقفوا على كل شغلة. نعم. وبعدين العمل الرائس تقريبا 63 دقيقة. طبعا انت يعني صرت بمراحل متقدمه بهالموضوع هذا، بس نادره انت عم تعلمي بالايو بجامعه الايو بجبال. صح. عندك صف وعندك صف محبوب يعني. اعطيتيني فكره من شوي انا عم بحكي عن النوم، قلت لي انت كمان بالنسبه لك النوم مهم حتى ديورينج ذا داي. مزبوط. انا عم بسمعك عم تحكي عنه كنت وقت ناطرتك. انا عندي صف هيدا اول سنه من علمه، هيدا ثيريز اوف بوديز ان بيرفورمانس، بتحكي عن كل شيء خاصه بالجسد والجسد اللي بيلقي للاشياء العديده ان كان رقص او ثياتر او ايفن محاضرات يعني. وفت على الصف من يومين وقلت لهم انا اليوم رح غفيكم. هلا هني نقزوا هيك، قلت لهم لا سيريسلي رح تخفوا، بس بدي اعرف باي مرحله خفيتوا تبعدين نحكي على شو عم بيعمل راسكم وكيف عم يعني اخر جمله سمعوها منك بلكي هون بيعرفوا ما هيك يعني. لا ضاينوا معي للاخير، يعني اخر واحد غفي بعد 27 دقيقه.
بعد 27 دقيقة يعني في منهم هني أول ناس بلشوا يخفوا بتقريبا 15 دقيقة ل 27 دقيقة ضل معي آخر واحد عم بيعمل الاكسرسايزز وانتبه عيونهم مغمضين وهني نايمين على الأرض. أوكي. إيه وعم بيعملوا الاكسرسايزز أنا وعم خبرهم كيف وعم بياخدوا يعني through their body عم بياخدوا الرياح على الرياح على الرياح. أنت عم تحكي؟ Yes of course. أوكي. إيه ما أنا عم بإيدهم I have to guide them يعني مش بس سؤال ما هي it's a process. أوكي. إيه وبس وعيتهم لأنه تركتهم يناموا شي نص ساعة. أوكي. إيه بس توعيهم عملهم كمان شوي شوي وصرنا نحكي إنه بأي مرحلة شو آخر exercise بتتذكرها لأن هي series of exercises تمرينات. So شو meditation شو بيقولوا يعني هيدي actually it's somatic practices تعلق بين الدماغ والجسد. نعم. وقالي هو كتير شيء مهم ونحن للأسف بحياتنا صرنا ننسى هالجسد really مننسى الجسد منقعد ومنبلش شغلنا على الكمبيوتر على التليفون صار كله دماغ 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 ما عم نعطي لازم للجسد وكله له علاقة ببعضه لازم نريح هون ليكون الدماغ يعطي أفضل Of course. ومش بس عم بحكي رياضة يعني أنت لأنك عم تحكي عن النوم ما هو النوم كمان process نعم أنا بدي أقول لك ألف مبروك على هالعمل بس مش رح نغفيهم هون لا هون رح يوقع سيمز رائع جدا سيمز غريب كمان رح نشوفه شيء مختلف أكيد رح نشوفه This is how it happened رح يكون مسرح المدينة ابتداء من 10 نوفمبر 10-11-12-13 الساعة 8 المساء صح 8 ونص عفوا كونوا كتار وشاركوا لأنه أنتم كمان رح تشاركوا بهالعمل رح يكون في 13 شخص قدامكم عم يعمل بيرفورمنس غريب نادرة يعني أكيد غريب نادرة يعطيك العافية شنو مرة رح نعمل احنا وياك بالاستوديو هذا الشيء اللي خبرتنا عنه عن شو هو ابنوز مثلا بدنا نسميه ليك هي سوماتيك براكتس سوماتيك اوكي انا مش سامع فيها اكيد بيجي وبنعملها بتزبط بربع ساعة ولا بدها ساعة؟ لا بتزبط بأقل وقت أكيد منغفيكم كده تخيل ثانكيو لك نادرة أنا بدي أقول للمشاهدين قد إيه حلو الرقص يعني كثير مثل ما دائما بقول لكم كونوا بوزيتيف أو وقفوا قدام المراية حبوا حالكم من جوا ليعكس هالمحبة للخارج كمان بنصحكم اللي بحب الرقص ولو وحده بالبيت في حط ميوزك بحبها ويشغل جسده مثل ما بيشغل عقله لانه مريحه جدا جدا وبتعطيكم بوزيتيف انرجي بتكملوا نهاركم بشكل افضل أكيد. بريك فيكم ترقصوا 3 دقائق برجعنا معكم